دبع كان غزنا لتان وعنا واتي نوجد عني عادون ياتني قال أم حنا لما نوجد مش حتى غاز شو لأي حاجة نشان سامان ونش محتاجين كل شيء لسه أدعم الدولة محافظة الحديدة مدينة العمال إلى عدن بسبب الحروب التي صارت في الحديدة وقد أصطابت بنتي بشظايا في بين الفقرة الخامسة والسادسة بسبب الحرب والآن ناشد أهل الخير أن بما نحصل عليه من ضغوطات من الحار في المخيمات أن يعملوا بما يقدرهم الله على ذلك. الأستاذ جابر سعيد حميد فقاري من مدينة زبيد مصبت بعم فشل كلوي. كما ترون وعندي تضخم في القلب وهبوط في السكر والضغط. والآن هذا كما تشوف درسي ملتهب مش قادر أشرب ماي ولا أكل ولا حاجة. طبعا موظف زي ما قلت لك وعندي موظف لي سنتين بدون رواتب. طبعا يعني انتم عارفين الاوضاع هناك بالنسبه للشمال اخذوا رواتب احنا ولا يصرفوا احنا ريال لحد الان. والان نزحنا الى هنا الى عدن اولا مشان الغسيل ثانيا هروبا من المشاكل الحروبات ذل انهم سنتين بنات يعني يخافوا من الصواريخ يخافوا من ذني. أطالب يعني بمساعدات مالية بالنسبة لدينا أنا لا أستطيع على أن نتحمل يعني إيش المخيمات. نطالب منكم طالب يعني من المنظمات لا في ولا فاعلين خير ولا كذا ها بإيجار يعني المنزل أسكن بينهم نظرا لأنه يعني عندي لا أستطيع يعني كصفة خاصة عن جميع النازحين. اسمي أنصاف جولاب متطوعة في المخيم وشفنا بعض الأمراض منهم المستعصية بآثار الحرب منهم الذي معهم شظايا في الظهر ومنهم معهم شظايا في اليد ومن آثار الجانبية الذي أثر المخيم الطفح الجلدي منه صنافير وإحمرار في اليد وإحمرار في العينين والجيوب الأنفية كمان في بعضهم معهم القلب ما يستحملوش انهم يعيشوا في هذا الجو والجو حار. ناشد المنظمات التي تحب الخير وناشد كمان المحافظه انه يوفر لهم بعض الاحتياجات التي لها للتبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذا اليوم السبت زرنا مخيم النازحين ابناء الحديده. مؤسسة سبأ للإغاثة نزلت الآن وهي تزور هذا المخيم وتدرس احتياجات النازحين. فهم في الحقيقة يعانون من الحر الشديد ويعانون من نقص الإغاثة ويعانون من بعض الأمراض الجلدية التي ظهرت ويعانون كذلك من نقص في أدوات الإيواء وأدوات الطبخ. فنناشد أهل الخير نناشد المنظمات الإنسانية نناشد مؤسسة سبأ للإغاثة في بريطانيا أن يتدخلوا تدخلات عاجلة وفورية لإخوانهم النازحين من أبناء الحديدة في هذه المخيمات والأحواش والمدارس. فهذه حقيقة يعني كارثة إنسانية حلت بأبناء الحديدة وهم نزحوا بالمئات بل والآلاف من الأسر شردت وخرجت من بيوتها لا تعلم أين وجهتها جاءت إلى هذا المكان تم استقبالها تم ترتيب هذا المخيم من قبل مؤسسة الشوكاني. إلا أن المخيم يفتقر إلى كثير من الاحتياجات الضرورية واللازمة. ندعو هذه المنظمة أو هذه المؤسسة مؤسسة سبأ للإغاثة وغيرها من المؤسسات والمنظمات الفاعلة والعاملة في الميدان إلى المساهمة العاجلة والضرورية والطارئة لإغاثة النازحين من أبناء الحديدة